انطلاق المبادرة السودانية للتغذية المدرسية في كل ولايات السودان بالتركيز على المناطق الأكثر هشاشة، حيث يغطي المشروع في المرحلة الأولى حوالي 400,000 تلميذ وتلميذة في مرحلتي الأساس والمتوسط بالإضافة إلى الثانوي. وبهذه المناسبة أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأبنائنا الطلاب المتفوقين والناجحين في امتحانات الشهادة السودانية، ونتمنى حظاً أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. ونحن في بداية هذا العام الدراسي، بداية عام دراسي جديد، وفي ظل الظروف التي يعيشها السودان نشيد بهذه المبادرة والقائمين عليها، خاصة وأنها تستهدف الشرائح الأكثر حاجة إلى الدعم من خلال توفير وجبة غذائية لأبنائنا التلاميذ. نؤكد دعمنا لمساعي مفوضية الأمان الاجتماعي في تقوية وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية للأطفال في سن الدراسة من أجل خلق بيئة مدرسية تساعدهم على التركيز وتنمية قدراتهم العقلية والمعرفية. ونحن ندشن اليوم هذه المبادرة والبرامج الأخرى التي تشرف على تنفيذها المفوضية، ندرك جميعاً حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجهها بلادنا، والتي تتطلب الوحدة والتماسك الاجتماعي ومساعدة بعضنا البعض. علينا أيضاً مضاعفة الجهود للاستفادة من الفرص التي أمامنا للخروج بالوطن والمواطن من وطأة الفقر نحو الإنتاج والرفاه الاقتصادي.